دعم قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بتخرج دفعة جديدة من أئمة المساجد بعد تكوين متخصص بالمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. تخرج الدفعة 41 مما يبين بأن معهد سيدي عقبة يعتبر من المعاهد العريقة على مستوى الوطن. قد اخترنا لهذه الدفعة بمباركة من الوزارة الوصية اسم واحد من أبناء الجزائر الفضلاء، وهو العالم المجاهد الشيخ الإمام سيدي عبد القادر العثماني عليه رحمة الله وأعلى الله مقامه في الجنة. اليوم الحمد لله هذه الدفعة قد حملت ورفعت راية الشيخ عبد القادر العثماني شيخ الزاوية الرحمانية بطولقة. قد أوصينا الطلبة أن يكونوا أوفياء لدينهم وأوفياء لوطنهم ومنافحين عن الفقه المالكي وعن العقيدة الأشعرية، ويلتزموا نهج الأئمة السالفين الذين رفعوا راية العلم والفضائل في هذا البلد كالشيخ طاهر أيت عالجاد رحمه الله تعالى. نيابة عن سيد ولي الولاية وأصالة عن نفسي، أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مدير المعهد وكذلك السيد مدير الشؤون الدينية لولاية بسكرة على دعوتهم لحضور هذا الحفل تخرج الطلبة الذين يحملون اسم العلامة الشيخ عبد القادر العثماني رحمة الله عليه، أن يكونوا خير خلفين لخير سلفين. وكما أطلب من جميع المتخرجين أن يكونوا في حسن ظن جميع المسؤولين الجزائر، وأن يقدموا ما هو خير للبلاد والعباد، وأن يقدموا لطلبتنا حب الوطن. تشرفنا اليوم بحضور هذه المناسبة القرآنية الربانية الروحية. سميت هذه الدفعة باسم شيخنا ووالدنا سيدي عبد القادر رحمه الله ورحمة واسعة، وهذا تأسيا بعلماء هذه الأمة، علماء هذه البلاد ومجاهديها وأئمتها والعاملين فيها بإخلاص وصدق ونية. نهنئ إخواننا الطلبة الأئمة بهذا التخرج، أو سيقدموه إن شاء الله في مساجدهم وفي مجتمعهم من أداء الرسالة الربانية، الرسالة التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة الوسطية ورسالة الاعتدال في المنهج وفي التعليم وفي النصح وفي إرشاد هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، وأن يكونوا أئمة هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن ينفع الله بعلمهم وصلاحهم. ونسأل الله التوفيق للجميع، وأن نكون عند حسن ظن الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكوين الأئمة يتسم في السنوات الأخيرة بالانفتاح على استخدام وسائل الإعلام الآلي لاكتساب المعارف العلمية والتحضير الجيد لإمامة المصلين والتسيير المسجدي.